يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا وزوجتي نعمل سويا ونحب الأولاد، وقد ولدت لي ولد وبنت وأردنا الاقتصار عليهما، وأرادت هي أن تنجب مرة أخرى، فقمت بمنعها من الحمل خوفا عليها من العمليات القيصرية، حدثونا بذلك. أنت مخطئ في هذا، ولا يجوز لك أن تمنع الحمل وتسيء الظن بأنه تعسر أو يحصل عمليات. الله جل وعلا ييسر الأمور، أحسن الظن بالله واترك المرأة وتحمل، وهذا فيه نفع لك ولها، وأيضا هذا مطلوب شرعا. نعم.